مع القرآن الكريم وفضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف
تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى نتخذه ولدا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولم بلغ أشده واستوى
وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.